ولنقاش ملف سد النهضة وتداعيات ملء إثيوبيا للمرحلة الثانية من السد ومخاوف القاهرة والخرطوم من ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي ياسر عبد العزيز. أهلا بكم سيدي. هل الصوت واضح سيد ياسر؟ سامع حضرتك كويس. نعم، نحاول ربما معاودة الاتصال به لاحقا لأن الصوت غير واضح. إن كان يسمعنا موجود أستاذ ياسر؟ مع حضرتك. نعم، ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم للجلسة الخاصة لمناقشة أزمة سد النهضة على أنها ربما الجلسة الحاسمة التي ربما هي تحكم تجاه الأمور حول هذه الأزمة التي يشكلها سد النهضة. ما الخيارات المطروحة في هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا انا بس اعلق على حته حاسمه، طبعا هي مش جلسه حاسمه ولا حاجه، هي جلسه للاستماع في مشروع قدمته تونس بما انها ممثله عن المجموعه العربيه في مجلس الامن. المشروع بيتكلم على عوده الاطراف المتنازعه للمفاوضات واتخاذ قرار حاسم او متاسف اتخاذ تدابير حاسمة ومرضية في نفس الوقت لجميع الأطراف، لأن طبعا القاهرة والخرطوم لما ذهبوا لمجلس الأمن ذهبوا بناء على المادة 35 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اللي بيتكلم على تهديد السلم والأمن الدوليين. مصر والسودان ترى أن يعني اتخاذ أثيوبيا هذا الإجراء من طرف واحد والبدء في الملء الثاني رغم أن في مفاوضات وتحذيرات استمرت أكثر من 6-7 أشهر لأثيوبيا من المضي قدما في الملء الثاني واللي هيأثر بشكل كبير جدا جدا على كل مصر والسودان. أنا عايز أقول لحضرتك مبدئيا أن خلال 10 سنوات من المفاوضات لم تقتنع أثيوبيا أن المصريين لهم حق في الحياة من خلال النيل. الكلمة المشهورة والعبارة المعروفة أن مصر هبة النيل هي عبارة حقيقية. إذا استمرت الأثيوبيا في حجب المياه واللي احنا بنتكلم دلوقتي على أكثر من 55 مليون متر مكعب حجزوا خلال الأربع أيام اللي فاتت، واللي استمرت بهذا الأمر فإن الأمر سيذهب إلى الجفاف الكامل. أنا عايز أقول لحضرتك إن سد رسورس في السودان انخفض منسوبه لأكثر من 50% خلال أربع أيام بس. فتخيلي حضرتك لما تكمل أثيوبيا هذا الملء معناها أن السودان رايحة للجفاف، ومن ثم طبعا مصر التأثير فيها أكبر. في هذا السياق أستاذ ياسر، بالحديث عن هذه الأزمة التي تسبب فيها سد النهضة سواء في مصر أو السودان، يرى البعض أنها أزمة إفريقية بحتة. إلى أي مدى أدى الاتحاد الإفريقي دوره اللازم في حل هذه الأزمة الإقليمية في إفريقيا؟ للأسف الشديد يعني الذهاب إلى مجلس الأمن واللجوء إليه أثبت فشل المنظومة الأفريقية الدبلوماسية وحل المنازعات في أفريقيا في حل هذه الأزمة الكبيرة. أنا عايز أقول لحضرتك أن خلال الدورة اللي فاتت اللي كان بترأسها جنوب أفريقيا كانت تنسيق مع أثيوبيا وبتستبعد مصر والسودان من الأزمة وهم الطرفين المتضررين. تخيلي أما نتكلم كمان على الكونغو لما تعقد جلسة الشهر اللي قبل اللي فات ورئيس الكونغو نفسه يحضر، وزيرة الخارجية تحضر، وزير الري الكونغولي يبقى حاضر، وتستمر الجلسة أكثر من ساعة ونص بعد الإعلان عن البيان الختامي لمحاولة إقناع أثيوبيا إن تتراجع عن موقفها. طبعا ده يوضح قد إيه إن الاتحاد الأفريقي يعني عاجز بشكل أو بآخر عن إنه يؤدي المهمة الحقيقية فيه. طبعا وجود مقر الاتحاد الافريقي داخل اديس ابابا عامل مؤثر بشكل كبير طبعا حتى معنويا لو حبينا نتكلم يعني.
اللجوء لمجلس الامن ليس البديل عن الاتحاد الافريقي بشكل او باخر، لان احنا من السيناريوهات اللي احنا منتظره الليله دي ان مجلس الامن يقول يلا رجعوا تاني للاتحاد الافريقي عشان خاطر يحل الموقف. لكن الحراك الان هو محاوله لتحريك المياه الراكده لدفع الاطراف الدوليه للاطلاع بدورهم. والنهارده وانا متابع طبعا مجلس الامن وهي الان دايره، سمعنا المندوبه البريطانيه اتكلمت كلام كويس جدا جدا واكدت على ان في ضرر حاصل على مصر والسودان من الملء الثاني. الكونغو كمان اتكلمت بشكل جميل جدا واتاكدت كمان على الضرر الواقع على مصر والسودان من خلال الملء الثاني. للاسف الشديد كينيا بتتكلم في ان والله الاتحاد الافريقي هو الاولى بهذا الامر وعلينا ان احنا نرجع من مجلس الامن للاتحاد الافريقي، معنى كده ان احنا نبدا من جديد. الزون الخارجيه الامريكيه كمان لمت على ان هتتدخل بشكل كبير في هذه الازمه، لان الازمه يا جماعه اكبر بكثير جدا من ان واحد عايز يولد كهرباء. احنا بنتكلم على اكثر من 130 مليون بني ادم هيموتوا عطشا من جراء هذا السد. هل برأيك تستطيع إثيوبيا فتح جبهة خارجية عليها في ظل الأزمات التي تمر بها داخليا؟ وهل القاهرة قادرة أيضا على تحمل تبعات الحل العسكري دون السودان؟ هو طبعا يعني ذهاب القاهرة لمجلس الأمن معناه أن هو بيقول للعالم كله أنا عندي مشكلة كبيرة وعليكم أنتوا تقفوا جنبي عشان تحلوها. لكن الحل العسكري حتى الآن يعني أظن مستبعد. مستبعد لأمرين، الأمر الأول طبعا النهارده في أخبار كده بتتسرب من القاهرة أن رأس النظام المصري أرسل 4 طيارات للسودان وحاجات كده مجرد بس فرقعات، يعني يمكن يعني لدعم الموقف المصري والسوداني في مجلس الأمن، يعني بيحسس المجلس الأمن والمجتمع الدولي أن في خطر هيحصل فعلا، لأن يعني احنا بنتكلم فإن الماده 35 اللي هي بتاعه الحفاظ على السلم والامن للمجتمعين الدوليين بتقول ان في خطر داهم، فمن ثم مجلس الامن بيتحرك اما بقرارات يعني توفيقيه او بقرارات عسكريه او حتى اقتصاديه، فمن ثم القاهره بتحاول تناور في هذا الامر. لكن خلينا نقف عند حته مهمه جدا جدا، هي تضارب المصالح الان مع ما بين السودان ومصر. تخيلي حضرتك ان حتى السودان مع الاضرار اللي هي بتقع فيها هي موقفها مخالف نوعيا عن موقف مصر. السودان كل ما يهمها الان هي اداره او المشاركه في اداره او فهم كيف سيدار السد وكيف سيتم فتح المياه او سدها، لكن مصر هي المتضرر الاكبر. لذلك شكرا جزيلا لك استاذ ياسر، المعذره على المقاطعه، الباحث السياسي ياسر عبد العزيز حدثنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.